الحروب لا يترجم ألمها إلا ريشة رسام يحول مشاعر الحزن والأسى إلى لوحة. ومن دخان القصف وركامه لوحات استطاع الفلسطيني بلال خالد أن يستخرجها، مستعينا ببرنامج على الحاسوب ومعتمدا على إبداعه. حول بلال صور الدمار إلى لوحات إيحائية. جاءت هاي الفكرة يعني عن طريق اكتشاف انه من خلال انا بكون اعمل مصور، فمن خلال مراجعتي للصور وتحريرها كنت يعني اشاهد في صور الدخان ملامح لبعض الاشخاص، مثلا وجوه، سواء وجه طفل وجه رجل كبير، بعض مثلا ملامح مثل صورة لحصان. فيعني ما ترددتش، يعني حاولت اني مثلا أعدل على الصورة نفسها عن طريق برنامج الفوتوشوب وأعدت رسمها. الحرب التي فرضت على غزة ضخت حالة إبداع لدى فنانين فلسطينيين تغذيها شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وتقول الفلسطينية لارا أبو شرخ إنها تلتقط صورا للمسار الفعلي للدخان وتحولها أشكالا فنية. فكرة الرسم هاي اجت كانت من مشهد الدخان اللي كان يطلع بالصور اللي بيلتقطوها بعد كل قصف همجي كان يصير على قطاع غزة. هلا بجانب السوداوية والمأساوية بهذه الصور، انا برأيي كان في منظوم بصري بيعكس ذكريات وحياة لأرواح وناس وتفاصيل لأرواح ناس اختطفت ومنعت من الاستمرارية. حرب تسببت في مقتل المئات وتشريد الآلاف، أزهقت أرواحاً وهدمت بيوتاً، إلا أن أشخاصاً كبلال ولارا يؤكدون أن هناك حلماً ومساحة إبداع لم ولن يقتلها رصاص ولا صواريخ.